هذا كيزيدنا الا فخر، وكان عام استثنائي لفريق النهضه البركانيه. فريق النهضه البركانيه اصبح من الفرق الكبيره قاريا ومحليا. ان شاء الله نطويو هذه الصفحه ديال السوبر، حنا نفرحوا اليوم وغدا ان شاء الله، ونزيدوا العام باقي الله يبدا ان شاء الله، نزيدوا نفكروا في القاب بطوله وكاس العرش ان شاء الله وكاس الكونفدراليه، ونزيدوا نفرحوا الجماهير اللي كتثق فينا وكنشكرهم على المسانده ديالهم. كيف ما كتعرفوا الحمد لله. اول حاجه كنبغي نشكر هذا الجمهور اللي جا، وكنبغي نشكر اللعابه على القيادية ديالهم. الحمد لله الخصم لعبنا مع هذا العام هذا اربعه ديال الماتشات، عرفنا لعاب عرفنا لوجو ديالهم. الحمد لله ما كانش صعيب اننا نبريباريو ليهم، طبقنا داك التعليمات اللي قال لنا الكوتش، كانت العزيمه كانت الاراده. باقي عطشاني الحمد لله، ما كفوناش جوج الكيسان. كان هذه واحد الكاس هذا لهذا الجمهور هذا، وكان هذه العائله ديالي، ونتمنى ان شاء الله اننا ما نطولوش في هذه الفرحه هذه، ونفطروا في البطوله وفي اللي جاي ان شاء الله. تبارك الله عليكم جميع المقاييس. دوزنا واحد العام تبارك الله اللي مزيان، وحنا بادين الحمد لله مزيان بهذا اللقب هذا اللي غتزيدوا الخزينه ديالنا، لاول لقب قاري. يعني هذا انجاز كتحسب لينا حنا كلعابه، وكتحسب الاطار ديالنا والاداره ديالنا والاطر اللي كانوا معنا والجماهير بطبيعه الحال. كنتمنى من الله اننا نبقاو غاديين في هذا الطريق الصحيح. الحمد لله حنا جينا لهذا النهضه البركانيه نحققوا الالقاب كلعابه، الحمد لله كيتاثر لنا هذا الشيء. يعني اللي نقدر نقول لكم ونوعد به الجماهير البركانيه هو هذا الفريق عنده فيه ولاد الناس، فيه هذا الجروب هذا، فيه الدراري ولاد الناس، فيه خوت. يعني ان شاء الله مازال غنقولوا الكلمه ديالنا، مازال هذا يلاه بدايه العام. الحمد لله جابنا الله واحد اللقب، مازال غادي نزيدوا ان شاء الله نخدموا ونحققوا القاب اخر ان شاء الله. شكرا، بارك الله عليك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.